طيب زي ما نوهت في بداية الحلقة، يوم الثلاث القادم بإذن الله هتنطلق فعاليات الأسبوع المصري الكويتي للتعاون الاقتصادي والثقافي. دي الدورة الـ11، يعني بقالنا 11 سنة بنعقد هذه الفعالية الجميلة اللي بكل تأكيد بتعكس مدى عمق العلاقات بين مصر ودولة الكويت الشقيقة. الفعالية دي بتقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور كافة الوزراء وشخصيات طبعا عامة كثيرة، ده بتكلم على مصر، بالإضافة طبعا إلى السادة الحضور الكريم من دولة الكويت الشقيقة. برحب بالأستاذ أحمد السيد البهبهاني، رئيس تحرير صحيفة الخليج. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير. 11 سنة ما شاء الله، ربنا يزيد. بتقام هذه الفعالية وهذا الأسبوع الثقافي والاقتصادي، ايه الجديد في هذه الفعاليه هذا العام؟ ايه الجوانب المختلفه اللي هتشهدها او هيشهدها الاسبوع المصري الكويتي؟ انا بدايه يعني العلاقات، احب اتكلم عن العلاقات المصريه الكويتيه. العلاقات المصريه الكويتيه علاقات راسخه ومتجدده دائما وتمتد لتاريخ طويل. نتكلم عن بداية البعثات التعليمية المصرية اللي كانت تجي إلى الكويت في الخمسينات. عارفة في يعني فترة الخمسينات كانت الحياة صعبة من جو، من وسائل معيشة، فكانت يعني بسيطة جدا. فكانت كثير بعثات تعليمية تجي تدرس، ورغم أن يعني رغم هذه أن اللي أقول لك الحياة كانت صعبة، وانا بقدرها اللي عاش منه العايش واللي توفى، المدرسين اللي درسونا سواء فتره الخمسينات او الستينات او السبعينات، يعني تحملوا، خاصه قلت لك في الخمسينات العيش، وسائل العيش البسيطه اللي كانت مختلفه اكيد طبعا كانت مختلفه جدا. فهذه بدات من هنا تعليمنا يعني وتدريبنا في البعثات التعليميه اللي كانت تيجي. ننتقل ايضا الى فتره اوائل الستينات، بالتحديد سنه 60، لما الكويت جت تعلن استقلالها. في ذيك الفتره طالب الزعيم العراقي او الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم بضم الكويت، كان موقف مشرف جدا لمصر، وقفت وقفة بطولية مع الكويت وأيدت استقلالها وساندت استقلالها، طبعا أعلنت استقلالها. أيضا جينا إلى حرب 67، عندنا جيش الكويتي شارك في قوات في حرب 67، عندنا شهداء دماءهم سالت على أرض سيناء. فأيضا نيجي لحرب 73، حرب أكتوبر، عندنا شهداء كويتيين مع شهداء مصريين دماءهم سالت على مع بعض في حرب أكتوبر. نيجي ايضا الى حرب تحرير الكويت من الغزو الصدامي، القوات المصريه شارك في يعني مصر كان لها دور طبعا كبير في الناحيتين سواء الدبلوماسيه او العسكريه. وكان في هناك ايضا شهداء كويتيين ومصريين. فبالتالي التاريخ المشترك لما يربطه رابط دم شهدائنا وشهدائكم وكذا، اعتقد هنا ما في اسمى من رابط الدم اللي جمع علاقاتنا وتاريخنا مع بعض. طبعا. فبالتالي نيجينا ان احنا بعد تحرير الكويت فكرت ان هي العلاقات راسخه، يعني يمكن مش حنزيد حاجه، بس فكرت ازاي نظل نوع من التواصل المصري الكويتي. ولله الحمد يعني بدات فكره بسيطه، كنت موجود هنا شفت كل تأييد وكل تشجيع سواء من القيادتين في مصر والكويت، والتشجيع من المسؤولين ايضا. فبدينا بالاسبوع الكويتي الاول ولله الحمد كان ناجح جدا، حسينا يعني حب اخواننا المصريين للكويت وتقديرهم للكويت. فبدت الاسبوع الاول من ابتدت يعني الاسبوع الكويتي في جمهوريه مصر من تحت رعايه رئيس الوزراء، وطبعا هذا اعطاها زخم واهتمام من اخواننا هنا في مصر. فاستمرينا في الدورات، كل دورة تكبر وكبر يعني الأسبوع توسع إلى أن وصلنا الحمد لله إلى الدور نسخة الـ 11.
يعني طول هالدورات انا يعني عاصرتها وشفتها تطور كثير. حسيت ان كثير احنا يعني هالنوع من التواصل هو اللي بيشجع العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي. اكيد اكيد كل سنه بيبقى في اضافه عن العام اللي قبله، اكيد اول ما بدا الاسبوع من 11 عام يختلف عن هذا العام. نعم. عشان كده انا عايزه حضرتك تقول لنا ايه النشاط اللي هيشهده الاسبوع المصري الكويتي هذا العام. مثل ما قلت لك بدايته كان فكره والحمد لله تنفذ وتطور. الان وصلنا ان في فعاليات، طبعا في اعداد مشاركين زادت وسواء من الكويت، واحنا طبعا نحرص جدا يعني الاعلام المصري مؤثر جدا في منطقتنا وفي المنطقه العربيه اجمالا وفي الشرق الاوسط، فاحرص دائما ان اكون متواصل مع الاعلام المصري وادعوهم للمشاركه معنا ايضا في هذا الاسبوع، يعني ان نشوف ان هناك يكون ايضا لقاء بين الجهات الجايه من الكويت، سواء من عندنا من مثلا من الداخليه، من الدفاع، من وزاره السكان، من وزارة الإعلام، يعني مجموعة أنا مش قادر أذكرها، حوالي 80 جهة. 80 جهة هتكون مشاركة. نعم، في المنطقة. نعم. تمام. فبالتالي تواصل هذه الجهات الكويتية اللي تقدم خدمات للمواطنين الكويتيين والمقيمين، إخواننا المقيمين في الكويت، ويعني أكثرهم ما شاء الله إخواننا البصريين اللي يعني بيتهم مطرحهم عندنا بالكويت ومعززين مكرمين. فبالتالي يكون تواصل الإعلام المصري مع الجهات الكويتية، فتحسي ان يعني نكمل بعض ونحب يعني ان نغطي ان يعني يكون للكويت تواصل مع الشعب المصري في مصر. واحنا على فكره يعني انا بقول لك يعني من اول معرض الى اليوم بتحسي كم الحب والتقدير من اخواننا المصريين. يعني انا الصراحه هنا ما بلحقش على العزومات، من يسمونها العزب اللي نروح لها. انا على فكره انبسطت جدا، شفت اذا ما ادري انت شفتيه عاد هرم سقاره، كنت هناك وكنت معزوم عند صديق عنده عزبه، يعني اكلنا الاكل زمان اللي فكرنا فيه البلدي، البط والحمام بس ما شاء الله. يعني تحسي ان انا يعني احنا زي ما بنقدر ونحب اخواننا المصريين، هم حسيت هنا ايضا بالحب والتقدير مش لي ايضا يعني للكويت اجمالا والشعب بكل الكويتي. تاكيد. طيب العناوين الرئيسيه لهذا الاسبوع، الموضوعات المدرجه اللي هيتم مناقشتها ما بين الجانب الكويتي بالقطاعات المختلفه اللي هتكون حاضره وما بين الجانب المصري. نعم، أنا مثل ما قلت على فكرة في نقطة كمان أحب أنوه فيها، مصادفة في يوم افتتاح المعرض في اجتماع اللجنة الكويتية المصرية المشتركة هتكون في الكويت، طبعا يرأسها وزير الخارجية المصري بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، وطبعا في جملة موضوعات سنويا يتم هذا الاجتماع. يعني ايضا اقول انه كويس انه صار الاجتماع اللجنه المشتركه الكويتيه المصريه بالتزامن مع المعرض. هناك اشياء كثير، مقترحات وتوصيات ترفع من هذه اللجنه ويتابعوها كل سنه. ايضا هنا احنا عندنا زي ما قلت قبل شوي ان الجانب الكويتي باحتكاكه مع الاعلام المصري والمناقشات يعني تحسي ان التواصل يستمر ان شاء الله. والمميز ايضا بهذه السنه ان شاء الله هناك امسيه فنيه في دار الاوبرا، امسيه كويتيه مصريه. جميل. فهي ايضا تعطي رونق للمعرض. ختام المعرض راح يكون او الاسبوع الكويتي، احنا نسميه على فكره احنا الاسبوع الكويتي مختصر نقول الكويت في مصر. ايوه. فيعني الكويت كلها جايه مصر. وفعلا أهلاً يعني ما شاء الله يعني تقريبا عندنا ما يقارب اللي جايين يشاركوا بحدود ال 220 شخص جايين من الكويت ككويتيين اللي هم ممثلين شركات او وزارات. وانا هنا ايضا على فكره اني لمست جدا يعني شفت التغيير خلال اربع خمس سنوات في عدد السواح في مصر. يعني انا حضرت بعد ثوره 25 يناير جيت الفنادق
فاضية طبعا. كانت يعني الحين السياحة طبعا بعد ثورة 30/6 بدأ الأمن ما شاء الله عليكم يعني بدأ يستقر الأمن. أيوه. والاقتصاد بدأ يتحسن. اليوم يعني أنا تفاجأت كان في مهرجان القاهرة السينمائي مزبوط. ما كان في غرفة فاضية في فنادق القاهرة. أنا خلينا أتكلم بين الكويت ومصر. إحنا عندنا تقريبا بين الكويت ومصر تقريبا 11 إلى 12 رحلة يوميا وكلها مليانة، فهذا شيء مشجع جدا يعني تشوف في ردة. يعني أنا انبسطت جدا شفت عدد السواح سواء الخليجيين أو أخواننا العرب أو الأجانب. فهذا طبعا شيء يفرح أن مصر عادت إلى ريادتها ومكانتها، و يعني تحسي طالما أن الأمن الحمد لله موجود. ولسه كنت بشوف عندكم الايدكس اللي هو معرض الدفاع والتسليح مصدر. هذا طبعا مع وجود هذا العدد الكبير من الرؤساء جاي وعدد الكبير من وزارات الدفاع، فطبعا هذا كله يعطي ان الحمد لله مصر بلد آمنة ومستقرة، ونتمنى لها التوفيق دائما ان شاء الله. ان شاء الله. ايه المنتظر من الاسبوع المصري الكويتي هذا العام؟ ايه اللي ممكن يحققه لدعم العلاقات ما بين مصر والكويت؟ أنا على فكرة على المستويات المختلفة يعني الثقافية شخصيا يا سيدة الفاضلة، أنا كثير عايش المجتمع المصري يعني قريب منه، قريب من عندي أصدقاء يعني بشكل سواء في كمسؤولين أو كأصدقاء شخصيين. العلاقات الكويتية المصرية هي علاقات تاريخية وراسخة يعني، ولله الحمد يعني ما يعني على مر السنين أو من الخمسينات اللي احنا عاصرناها يعني سواء اللي درسونا واللي يشتغلوا معانا واللي بيشتغلوا مثلا عندي بالشركة، فبتحسي كثير أصلا حتى على المستوى السياسي يعني ما تحسي أيضا بين القيادتين سواء بين صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الأمير دولة الكويت الله يحفظه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتحسي أن كثير في تقارب، وأيضا بين القيادتين بين الكويت أو سواء القيادة سواء رئيس سمو رئيس الوزراء بالكويت أو معالي السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحسي ان هناك كثير تقارب، زيارات وزاريه زي ما قلت قبل شوي. أي. هناك زياره لجنه مشتركه ايضا اذا حسب ما عرفت ان وزير القوى العامله ايضا رايح، فالتعاون هذا موجود كثير والعلاقات يعني متميزه جدا. وانا دائما اقولها اتمنى ان تكون العلاقات المصريه الكويتيه هي تكون العلاقات العربية بين دول. أيوة. نموذج يعني نموذج فريد من نوعه. نموذج أخوي، نموذج فعلا الشقيقي، فهذا اللي يتميز فيه. وما تحتاج العلاقات الكويتية المصرية ان يعني نقول ان يعني خلصنا ان هي خلاص هي مميزة. أيوة. وراسخة. أيوة. أيوة. وتتطور. لكن طبعا التبادلات الثقافية وهذه الفعاليات هي ركن برضو أساسي أو ملمح رئيسي. نعم. من هذه العلاقات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد السيد البهبهاني رئيس تحرير صحيفة الخليج، شرفتنا يا فندم جدا. أهلا وسهلا فيك. في هذه الفقرة سريعا كده قبل ما ننهي، لأن احنا ابتدينا الحلقة بمتابعة الأحداث في فرنسا، وإحنا كده على الهواء وزير الداخلية الفرنسي كان صرح أنه هيتم تسليح أفراد الشرطة الفرنسية بنوع آخر من التسليح للتعامل مع المتظاهرين. طيب عايزين نشوف التبعات وصلت لحد فين. معانا من باريس دكتور خالد سعد زغلول المحلل السياسي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. طيب دكتور خالد، يعني واضح انه في حراك سياسي طبعا منتظر داخل الحكومه الفرنسيه لكيفيه التعامل مع هذه الاحتجاجات. تصريحات وزير الداخليه وهي الاخيره في هذه الخطوات ماذا تعني؟ وهل تعني انه الاحتجاجات ستستمر سنشهدها خلال الصباح؟ نعم اكيد، بالتاكيد الاحتجاجات هتدخل اسبوعها الثالث، لكن هذه اقل عنفا من الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي كان فيه تقريبا 360 الف محتج في يوم السبت الماضي، وسقط قتيلين و66 مصاب
في صدمات في الشوارع وكانت حالة من الفوضى العارمة جدا وكانت خارج السيطرة. النهاردة كان فقط 70,000 أو حاجة زي كده في فرنسا، وخصوصا في باريس كان نص العدد ده في باريس، والشانزليزيه فقط كانوا 5,000. برغم برغم تراجع الأعداد يا دكتور خالد، ولكن العنف النهاردة كان أكثر من الأسبوع الماضي على سبيل المثال رغم العدد أقل. نعم، لأن هما للأسف شديد الحركة سترات الصفاء دي حركة سلمية، لا ليست هي التي تعمل العنف والتي تنهب وتكسر، هي حركة احتجاج عفوي شعبي ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. يعني عندها متطلبات شرعية وكل الطوائف الشعبية والسياسية متفقة عليها. بالعكس ده في ناس انشقت من الجيش ومن الشرطة وانضموا إلى هذه الحركة، لكن للأسف شديد دخلت منهم بعض الأوباش والمرتزقة والمخربين اللي معروفين في كل دولة في العالم، دخلت لكي تنتقم من النظام ومن المجتمع وهكذا. وطبعا فيهم ناس مهمشين ضايعين طبعا في زنبول خليفين دخلوا فيها، لكن هي مش الحركة الصفراء زي ما الناس فاكرة، لا دول الحركة يعني حتى كمان مش سياسية، دي حركة كده ملهاش قائد، دخلت كده عن طريق الانترنت والفيسبوك بيحتجوا، ولكن خدت أبعاد تانية كتير قوي، لأن المعسكرات يسار واليمين حاولوا يتدخل أبعاد سياسية ومتطلبات. انت عارفين رئيس مانويل ماكرون انتصر عليهم وسحقها في الانتخابات الرئاسية، كل حزب فيهم كان أحزاب ثقيلة جدا زي الحزب الاشتراكي أو حزب اليمين 150 سنة أو أكثر، لكن هو عمل حركة وليدة شعبية اللي هي حركة الأمام بقى لها 6 شهور وفازت واكتسحت، وبالتالي هذا الحراك الشعبي حاولت تستغل هذه الأحزاب لتستقر وتصفي حساباتها مع إيمانويل ماكرون وتسقط الحكومة. يعني تنتظر أن تستمر هذه الاحتجاجات. نعم، خلال طبعاً. طيب، ولكن ربما تكون يعني اذا رصدنا من الاسبوع اللي فات زي ما حضرتك قلت الى هذا الاسبوع ممكن يكون في نوع من التراجع، خاصه مع اعتقال اعداد كبيره تعدت ال 200 شخص. ولكن ايه الاستعدادات الحكوميه، لانه في اطار تصريح وزير الداخليه انه هيتم ربما التعامل اكثر عنفا في المقابل من قبل افراد الشرطه الفرنسيه؟ طبعا لانه قاعد يحرقوا سيارات الشرطه، قاعد يعتدوا على الوزارات او حاولوا يقربوا من قصر الإليزيه ومن بعض ودمروا السياحه الفرنسيه تقريبا. الاقتصاد تدهور 38% خسائر كبيره جدا، دي مليارات مش ملايين. في ناس كتير قوي من السياح الاوروبيين والامريكان لغوا رحلاتهم، في قطارات معطله، المطارات معطله، وسائل النقل، الاعمال كلها، فغير النهب والتكسير والحاجات دي كلها. فطبعا الشرطه بالنسبه للمخربين دول موجودين لكن السجون، لكن الحركه هتستمر لان الاصلاح الفرنسي اللي عامله رئيس ماكرون بيستمر، مش عايز يتراجع. يعني عمل خطابه في الثلاث اللي فات كان مخيب للامال، هو مستمر ويعني هو زي ما بيقول بالبلدي هو طباخ ماهر لكن رجي رديء جدا وسيء، ما عرفش يقدم البرنامج بتاعه اللي هو اصلا مهم للاقتصاد. لكن الشعب الفرنسي ما يقدرش يصبر، الاحتجاجات دي هتستمر لان الا اذا هو تراجع، لو تراجع هيمتص غضب الشعب الكبير قوي. لكن الحكومه دلوقتي بتحاول تعمل مفاوضات بتهدي الوضع، وبالتالي النهارده ما كانوا 76,000 بس، ما كانوش 350، لان كان رئيس الوزراء امبارح قابل شخصين من قيادات الصفاء. نعم، ولكن بقى لسه في كمان مفاوضات ثانيه وثالثه كثيره. يعني الحركه دي طبعا انتوا عارفينها، دي حركه هي في ليه حطوا سترات الصفاء ده، هي دلاله رمزيه او اشاره الى ان في خطر، لان في قانون المرور في فرنسا سنه 2008 يجبر جميع قائدي السيارات حمل سترات فسفوريه صفراء مميزه عشان تبان في الضلمه، عشان لو عربيه معطله او في حادث او في طوارئ العربيات الثانيه ما تدوس الناس دي. مظبوط، هم عملوها كده عشان بيقول لك الدولة في عطل وفي طوارئ، مش عايزين نداس في الرجلين، وبالتالي احنا لازم
كان ليها رمزيه رمزيه كبيره جدا. لكن للاسف الشديد دخلوا بقى الاحزاب السياسيه وادوها بابعاد كبيره جدا، لدرجه ان الموجه دي وصلت لبروكسل امبارح، وراحوا لحد لحد رئيس وزراء بلجيكا وقعدوا يضربوه بشارل ميشيل. ويعني المهم، فبنقولك في ربيع اوروبي الاحزاب السياسيه عايزين تعملها ربيع اوروبي، ربيع لفرض واقع ربما او معطيات جديده سياسيه بس عشان يسقطوا الرئيس ماكرون. فلذلك لقينا بقى لفتات ارحل ومش عارف ايه واستقيل، مع ان الموضوع اصلا الناس دي عايزه بس ايه تلغي الضريبه على البنزين وخلاص يعني، لكن هم دخلوا بقى حاجات ثانيه. رئيس ماكرون فاهم الموضوع ده، هو دلوقتي طبعا في قمه ولكنه سيعود غدا. طبعا بالضبط هيرجع غدا، وعنده اجتماع مع مجلس امن فرنسي، الامن القومي، لان في زي لما يكون في مثلا فرنسا مهدده بالارهاب بيعمل مجلس حربي، بيعمل مجلس حربي في قصر الجزيره، يكون فيه وزير الدفاع والداخليه ورؤساء المخابرات والجيش وطبعا الوزراء السياديين ورئيس الوزراء، عشان يشوفوا تداعيات الموقف وايه اللي يقدر يعمله وكيفيه التعامل معه. بالضبط. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سعد زغلول مباشره من باريس، متابعتنا مستمره لاحداث فرنسا وغيرها من الاحداث. وصلنا معكم الى نهايه هذه الحلقه من القاهره، وغدا فريق عمل جديد. اصبحوا على خير.